ومن الحديقة الدولية بمدينة نصر خلينا نروح مع حضراتكم ونتابع هذا التقرير عن احتفالات عيد الأضحى المبارك في حديقة الطفل والتجهيزات كمان اللي اتعملت عشان الأطفال يستمتعوا بفرحة العيد. طبعا حديقة الطفل تعتبر من حدائق مشروع الحدائق المتخصصة محافظة القاهرة، وطبعا الحديقة تعتبر من أفضل حدائق مشروع الحدائق المتخصصة في المحافظة. طبعا الاستعداد بيبقى قبليها بفترة كبيرة، يعني بتاع أسبوع أو أسبوعين بنجهز الحديقة من صيانة نظافة الحديقة، ودي طبعا تعتبر باستمرار يعني سواء في عيد أو غير عيد. الجمهور بيدخل على شباك التذاكر، بيقطع التذاكر المطلوبة منه بتفتيش من الأمن للداخل، ممنوع أي متفرقات أو أي مواد مشتعلة اللي احنا مش مسموح بيه. مواعيد العمل من الساعة 9 صباحا 8 صباحا إلى الساعة 12 مساء في الأعياد. هي مريحة وهادية كده وفي راحة كده، والطفل بياخد راحته من غير ما أكون خايفة عليه أو كده. الحقيقة الحديقة جميلة جدا ولأن أسرية، وبشكر هنا المسؤولين على الحديقة. احنا كل سنة بنيجي على فكرة وبنيجي نلاقي على طول فيها تطور، فده اللي بيعجبنا في الحديقة. هي الحديقة جميلة بجد، هي الحديقة هي الأشهر.